اليوم كندعو جماعة تمارة باش تحييها التراث، كنوجه نداء رئيس مجلس الجماعة باش يحاول يحيينا هاد التراث هذا، وما نبقاوش نبقاو نجيو باش نتفاوض، لان خاص الجماعات اللي تلعب هي اللي خاصها تلعب في التراب ديالها، ما خصناش حنا نجيو ضيوف عندها، لان كل واحد ولاو السراب كثير، ولات كل جماعه ولات عندها واحد 36 سربه وكتبتل الجماعه ديالها. اليوم احنا اليوم جينا التمسنا، كنتمناو نمشيو لعين عتيق زعما، وتمارا اين غيبت تمارا؟ اقصاء، وهذا ظلم بحق هاد الفرسان، هذا اقصاء. كنسجل هاد بحراره بان تم الاقصاء ديال هاد، ما عرفناش السبب، ما بغينا غير شي مستشار او المسؤول يخرج لنا بشي اعلام يقول لنا شنو الاسباب ديال هذا المهرجان. حتى كيوجهوا لنا كيقولوا لنا تحدث واحد الميزانيه وفي الاخر ما كيتنظمش هذا الشيء، ما عرفناش الاسباب. اليوم هاد التراث احنا ما غاديش نتخلاو فيه ونسبحوا فيه، لان ورثناه، وهذا ورثناه عن جدودنا، ونتمنى بان الجهات المعنيه انها تنظم لنا واحد المحرك اللي يكون قار، اللي يلعبوا فيه جميع الجماعات، يعودوا فيه لي بوكس ديال وراه تعود معروف، يعني حتى الجمهور يعود يعرف واحد المحرك، ما يبقاش دابا الجمهور كيتصل بينا تمسنا فين جا فين هذا، ما صراحه هذا كيتسمى بان بحال الجمهور كنلعبوا. دابا اللي بدينا ندير واحد السباق ديال السيارات ما يكونش هذا الجمهور، هذا الجمهور كيحب هذا الفرس، لان كيقول الله سبحانه الخيل في نواصل معقود في نواصل الخير حتى يوم القيامه، يعني هذا العود والفرس محبوب. ونشكر الجماعه اللي نظمت هذا المهرجان، ونشكر الصاهرين، ونتمنى السلامه لجميع المقدمين للراكب والمركوب، ونشكر الطاقم اللي استضفنا في هاد المناسبه، وشكر للجميع، وكنشكر بالمناسبه بحراره الحاج الرامي اللي كيحيي هاد التراث، واللي يستقبل الضيوف بواحد الاستقبال جدي، والحمد لله وفرحان بهم، وكيقول لك مازال ان شاء الله مازال كنبغي اكثر من هادشي. اليوم لابد من الحسن الى الاحسن ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.